السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا من جديد كل المتابعات والمتابعين الأوفياء في كل مكان. اليوم جبت لكم واحد كوليكسيون ديال دي بارفان ديال يعني بور فام، كوليكسيون من ميزون كورانيا. إلى كورانيا واحد لا ميزون فرونسيز، إلى بتعرفوا عليها أكثر غديروا كورانيا.com باش يطلعوا لكم لي كوليكسيون اللي عندهم ولا لي براند يعني لي مارك اللي عندهم. كلشي كورانيا هي صاحبة لا كوليكسيون رويال، لا كوليكسيون بونجور دو باري، كوليكسيون سولينوت، كوليكسيون انيبسي، و كوليكسيون توتي ديليس اللي هي امامنا الان اللي غادي تشوفوا معايا. كوليكسيون توتي ديليس فيها توسكي ديليسيو، يعني من السميه باين الاسم كيرمز للحاجه اللي هي لذيذه. وغادي نبدا لكم بهذا البارفان، هذا غادي نبدا لكم بارفان بوم دامور. بوم دامور كيجي 50 مليلتر، وكذلك كاين البارفان فريز بونبون. يعني من الاسماء ديال هاد لي كومبوزون، من السميه ديال هاد البارفان، يعني كلشي يا اما فخوي يا اما شي حاجه بحال هذا. فاني كراميل، وكاين بابا بوحدو اللي جانا على شكل كوفري. بابا هو كي كنقولوا ليه اش كنسموه، غزل البنات، ديك الصوفة الحلوة. المهم هادو دي بارفان اللي هما كلهم سويتيين، كلهم حلوين، يعني شي حاجة لذيذة بزاف. الثمن ديال كل بارفان اللي قلت لكم 50 ايميل، كيبقى ب 180 درهم لكل بارفان. هذا هو اللي عندنا باغي نقدم لكم اليوم، واللي محتاج شي حاجة حنا راه الإشارة. السلام عليكم.